عشان نعمل الشعريه محتاجين شعريه محمصه. حد دلوقتي حالا هيرد عليا يقول لي يا اميره ما هو هي محمصه عندك فعشان كده انت ما بتاخديش وقت في الشغل. ارد انا برضو واقول انه انا في تحضيرات الاسبوع بتاعه يوم السبت، انا بجهز شغل الاسبوع بتاعي عادي خالص، وبحط الشعريه ولسان العصفور متحمصين عندي. عايزه اعمل شعريه، عايزه اعمل شعريه بالسكر، عايزه اعمل رز بالشعريه، عايزه اعمل شوربه لسان عصفور، باخد من البرطمان واشتغل على طول. فانا في البيت بعمل كده برضو نظرا لان دايما الوقت ضيق. عشان نعمل الشعريه عندنا شعريه محمصه بمعلقه زيت او من غير زيت، بمعلقه سمنه براحتكم. عندي لوز محمص للتقديم اختياري، عندي رشه من القرفه وحبهان، وانا هستلف من الوصفه اللي قبلها بشر برتقان علشان انا عامله اصلا البط بالبرتقان، وكمان هستلف مستكه وعود ووحدتين من القرنفل. طبعا يعني كل الحاجات دي اختياري، ممكن احط وممكن ما احطش، ممكن احط حاجات واشيل حاجات براحتكم. وبعد كده عندي للتسويه شوربه او ميه سخنه. اوكي هنعمل ايه؟ هناخد الشعريه هنا وهناخد معاها الملح. خلوا بالكم لو الشوربه مملحه عشان ما تملحش منكم قوي. فلفل اسود، بشر برتقان، حبهان، مستكه، قرنفل، شوربه او ميه سخنه، وشكرا. خلاص كده وهنسيبها تستوي. تمام تمام اللوز للتقديم مفيش مشاكل فيه اهو. الله انا بحب الشعريه دي قوي قوي، وبحب اللي بالسكر قوي برضه. انا بحب الشعريه في المطلق يعني، والرز بالشعريه وكل. نغطي نوطي ونسيبها تستوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.